تحية عبد الناصر، اديتي دور حرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والحقيقة عملت الدور باقتدار شديد في فيلم الناصر 56 بطولة الراحل أحمد زكي وإخراج الأستاذ محمد فضل. عملت إزاي أو عملت إيه عشان تقدمي الشخصية بالشكل القريب جدا ده؟ هو طبعا أنا قعدت أبحث كتير جدا جدا معلومات عن الشخصية. كانت عصية عليا قوي لأن مفيش معلومات كتير، بس أنا خدت مفتاح الشخصية من حاجة قريتها في كتاب عن طباخ الرئيس، إنه كان بيقول إنه متضايق قوي إن السيدة الأولى بتتعامل وكأنها مش مرات الرئيس. يعني مثلا أما ولد من الولاد يبقى مثلا معمول نوع معين صنف معين من الأكل، والولد ده يقول أنا عايز سمك مثلا، فتروح للطباخ تقول له روح هات نص كيلو سمك، فكان يتضايق قوي، يقول يعني أنا معروف إن أنا يعني طباخ الرئيس، هروح للراجل أقول له هات نص كيلو سمك. فكانت هي بتتعامل كأنها ست عادية من الستات. والحقيقة انت اديت الدور يا مدام فردوس بالشكل ده فعلا يعني. وعشان كده أسرة الرئيس عبد الناصر كمان أثنوا جدا على أداء حضرتك لدور والدتهم.